أهلا بحضراتكم، لكم التحية. والنهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من الحلقة عن جدل حول أول مشروع قانون يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة. ده موضوع هنتكلم فيه النهاردة، لأنه بقالنا كام يوم بنتابع حالة من الجدل اللي موجودة بسبب مشروع قانون لتعديل مادة في قانون الأحوال الشخصية. المادة دي بتجرم الزوج دون الزواج دون علم الزوجة الأولى، يعني الزوج اللي هيتجوز مرة تانية وما بلغش زوجته الأولى بشكل رسمي هيعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنين، كمان غرامة من 20 لـ50 ألف جنيه. مش الزوج بس اللي في المقترح، لا كمان المأذون لو ما بلغش الزوجة الأولى هيتعاقب هو كمان بالحبس لمدة سنة وغرامة من 20 لـ50 ألف جنيه. الزوجة التانية بقى لو ما كانتش تعرف إن جوزها اللي جاي يتجوزها ده متجوز قبل كده، من حقها ان هي تطلب الطلاق للضرر. طبعا ده كله مجرد مقترح زي ما بقول لحضراتكم، لكن لانه قانون احوال شخصيه بنتكلم على تعديل ماده في قانون الاحوال الشخصيه، فبالتالي لازم حضراتكم تبقوا متابعين هذا الحوار المجتمعي. كمان هو فتح الباب امام حاله من الجدل المجتمعي وكمان جدل ديني، لانه في اراء فقهيه شايفه انه التعديلات دي ما تتفقش مع الشريعه الاسلاميه، وبالتالي حتى لو تم إقرارها هتكون غير دستورية. ومن هنا السؤال، طب إيه فلسفة القانون؟ هل هو الفلسفة قايمة فقط على تجريم التعددية أم فقط مجرد إبلاغ الزوجة الأولى، ولا إيه الفايدة من هذا التعديل؟ كل دي تفاصيل هنعرفها وهنتكلم عنها النهاردة في إطار حوار مجتمعي، طالما إنه إحنا لسه أمام مجرد مقترح لتعديل مادة في قانون الأحوال الشخصية، يعني بيهم كل الأسر المصرية. النهاردة إن شاء الله بعد الفاصل هتشرفني سيادة النائبة هالة أبو سعد عضو مجلس النواب، وسيادة النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان. النهاردة كمان كان في كلام في غاية الأهمية من الحكومة المصرية، لأنه من بكرة محدش هيعرف يتحرك، محدش هيعرف يتحرك من بكرة ويأدي أي مصلحة ليه حكومية، وأتمنى أنها تكون غير حكومية. يعني أتمنى كمان أن البنوك يتطبق عليها، أتمنى أنه زيارة المتاحف والآثار يتطبق عليها كل مكان، وطبعا المطارات أنتوا عارفين أن ده متطبق عليه من بكرة بشكل عام. 1/12 خلاص مفيش حد هيعرف يتحرك إلا ومعاه ما يثبت أنه هو خد التطعيم أو خد الفاكسين، يا إما على موبايله بالابليكيشن الخاص بيه اطمن، او يبقى شايل معاه ما يثبت ان هو الطعم. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. خليني ارحب سيد سفير نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء. سيد سفير مساء الخير فندم. مساء الخير مدام عزه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. انا اجتهدت صح ولا غلط؟ يعني من بكره ما حدش هيعرف يتحرك الا وهو معاه ما يثبت ان هو خد الفاكسين؟ لا، هو اللي عايز يتحرك يتحرك براحته، لكن لا يقضي مشاوير مشاوير القضاء الخدمات الحكوميه الخدمات الحكوميه اعتبارا من ذاك سيكون مرتبطا فقط بتلقي اللقاح على الاقل الجرعه الاولى. يعني لو حضرتك ناوي بكره تنزل تجدد بطاقه الرقم القومي، تعمل بدل فاقد لبطاقه التموين، كارت التموين، كارت الخبز، رخصة القيادة، كل المصالح الحكومية التي يمكن أن تتصورها ستكون مرتبط أدائها، أداء هذه الخدمات وتقديمها لك كمواطن مرتبط بتقديمك شهادة تثبت أنك حصلت على الأقل على الجرعة الأولى من اللقاح. تمام، بنتكلم على أنه هيبقى ماشي بالشهادة. يا سيد سفير، هل ممكن أصور الشهادة على الموبايل وأقدمها، ولا لازم يبقى معايا الورقة مثلا؟ يعني ويتوقف الشهادة مزودة بباركود ولا لا؟ لو الشهادة مميكنة من الشهادات من نوعية الشهادات اللي بتصدر عن مركز إصدار الوثائق المؤمنة، دي شهادة
بتصدر بباركود وطبعا بيستحيل تزويرها. الباركود ممكن أن تقرأ صورته، يعني ممكن يصور الباركود ويقدمه للأماكن اللي فيها خدمة قراءة الباركود. لكن طبعا وارد ان معظم ده حقيقي ان معظم المصالح الحكوميه مش مزوده بخدمه قراءه الباركود. في هذه الحاله يفضل طبعا ان هو يقدم اصل الشهاده، خاصه لو الشهاده عباره عن البطاقه الورقيه اللي بيحصل عليها لما بيروح ياخد اللقاح في مركز من مراكز طلب اللقاح، بيدوا له شهاده كده بطاقه ورقيه صفراء دي لازم يقدمها كاصل وليس كصوره كاثبات لتلقي الشهاده. يعني الحاجة الإلكترونية الوحيدة اللي هو ممكن تكون على الموبايل هي التطبيق الإلكتروني الجديد اللي وزارة الصحة دشنته ويعمل بالفعل، ده بيحدد موقف تلقي اللقاح سواء اللون الأصفر اللي هو حصل على جرعة واحدة أو اللون الأخضر اللي بيظهر عندما يحصل على جرعتين أو لون أحمر لو كان المواطن لم يحصل على أي جرعة من جرعات اللقاح، فيفضل طبعا أصل الشهادة. طيب خليني مع حضرتك صريحة، خلينا نقول الكلام اللي الناس بتقوله، الشهادة الورقية دي قبل للتلف وإنها تبوظ حاجة تدلق عليها بتاع حاجة كده. التطبيق اطمن علشان يبقى أنا منزل الابليكيشن عليه 100 جنيه، عليه رسوم 100 جنيه، فالناس هنا تقول لك إيه؟ لا أنا إيه اللي يخليني أنزل التطبيق اللي ب 100 جنيه؟ مش كده ولا إيه؟ طيب في بديل وسط ما بين التطبيق ابو 100 جنيه والشهاده الشهاده الورقيه اللي هي او البطاقه الورقيه المجانيه، هي مجانيه طبعا لان اللقاح اصلا مجاني، فهو بيديله بطاقه ورقيه لما بيحصل على اللقاح. الشهاده المؤمنه اللي بتصدر عن وزاره الصحه عن طريق مركز اصدار الوثائق المؤمنه اقل طبعا من هذا المبلغ، بيتراوح سعرها ما بين 20 ل 50 جنيه اعتقد، وللطلبه سعر مخفض 20 جنيه. فدي بديل كويس للي يعني مستكتر مبلغ ال 20 جنيه للتطبيق الالكتروني. يعني في بدائل كثيره، ال 100 جنيه تقصد خالص في البديل المجاني خالص الى البطاقه الورقيه، في البديل اللي هو الوسط الشهاده المميكنه، وفي التطبيق الالكتروني اللي هو طبعا ميزه التطبيق الالكتروني ان هو بيعمل في المطارات وبيعمل في كل الجهات وبيبقى ثابت، مش محتاج لا تصوره ولا محتاج تمشي ببطاقه زي ما حضرتك بتقولي ممكن مع الوقت بتتلف او ما شابه. لكن فكره احتماليه الغاء ال 100 جنيه كرسوم دي غير وارده. يعني لا اعلم بوجود حديث حول هذا الموضوع. التطبيق حتى الان ب 100 جنيه. الو الو اي حضرتك سامعني؟ تمام. سياده السفير حضرتك يعني ليس لدي اي معلومه ان في تغيير في سعر التطبيق حتى الان هو ب 100 جنيه، ده المبلغ المحدد لتنزيل التطبيق. طيب دلوقتي منع اي حد مش واخد التطعيم او الفاكسين على الاقل الجرعه الاولى من اي هيئه او جهه حكوميه، ده معناه ان التطعيم اصبح الزامي. اللي واخد موقف من التطعيم هيعمل ايه؟ اللي واخد موقف من التطعيم قدامه وسيله تانية ان هو قبل ما يروح المصلحه الحكوميه يكون معاه شهاده PCR بيطلعها طبعا على حسابه. الشهاده بتثبت ان هو سلبي فيما يخص الكورونا، وبتقول على ان تكون صادره على الاقل او على الاكثر اسف قبل 3 ايام من ميعاد تاديه الخدمه. يعني لو هو رايح مثلا بكره 1 ديسمبر تكون الشهاده على الاكثر صادره يوم 28 نوفمبر، يكون معاه شهاده لو قبل كده، لو صادره قبل 28 نوفمبر لا تصلح، لا يعتد بيها. فكل مرة هيروح يقدم مصلحة حكومية لو هو زي ما حضرتك بتقولي واخد موقف من اللقاحات خلاص يروح يصدر يعمل تحليل على حسابه ويطلع شهادة موثقة معتمدة ان هو سلبي كورونا وتكون صادرة قبل 3 ايام من ذهابه لهذه المصلحة الحكومية. كم عدد اللي تم تطعيمهم كجرعة أولى أو خلصوا الجرعتين سيد السفير؟ اللي حصل على جرعة أولى حتى الآن 30 مليون مواطن، واللي حصل على الجرعتين الأولى والثانية 16 مليون، فإحنا بنتكلم عن إجمالي 46 مليون، وبنتقدم الحمد لله بخطى متسارعة. هناك مزيد من الإقبال، ودي من أحد الفوائد الناجمة عن تطبيق قرارات إلزامية اللقاحات لبعض الفئات زي مين
زي موظفي الحكومة، زي طلبة الجامعات وكل من يعمل في العملية التعليمية في الجامعة، وزي أيضا طلبة المدارس اللي احنا نزلنا في سن التطعيم بالنسبة لهم ل 12، وإن كان التطعيم ليس إلزاميا في هذه السن اللي هي من 12 ل 18. هنيجي للجزئية دي. هو المفروض من إمتى يبدأ تطعيم الأطفال اللي من 12 سنة ل 15 سنة؟ هيبتدي تسجيلهم على الموقع اعتبارا من بكرة 1 ديسمبر. نعم. هيسمح الموقع بتسجيل كل الأطفال، أو يعني طبعا عن طريق أولياء أمورهم الراغبين في تسجيل أطفالهم من 12 ل 15 سنة، يستطيعوا بكرة أنهم يدخلوا على الموقع ويسجلوا الرغبة في حصول أبنائهم على جرعة اللقاح، وهيتحدد لهم ميعاد للحصول على الجرعة. الجرعة هتكون جرعة واحدة فقط للأطفال، جرعة واحدة فقط للسن ده، للمرحلة السنية دي من 12 ل 15، جرعة واحدة فقط، ومن لقاح واحد فقط أيضا. نعم. اللي هو لقاح فايزر. نعم. وليس لقاح آخر، يبقى جرعة واحدة من لقاح فايزر مخصصة لهذه السن من 12 ل 15، والتسجيل اعتبارا من بكرة. والشرط لازم موافقة ولي الأمر، الأم أو الأب بالضبط كده، لأن في هذه السن طبعا الولد لا يملك الشخصية أو الأهلية القانونية في الاختيار، فبيكون طبعا بموافقة ولي الأمر، وولي الأمر هو اللي بيمضي على الإقرار، اللي هو الإقرار الموافقة المستنيرة، اللي هو بيبقى زي اللي بيمضي عليه أي مواطن بيحصل على اللقاح. فبدل ما الطالب بيمضي أو الطفل بيمضي، طبعا ما ينفعش الطفل هو اللي يمضي، لا، ولي أمره هو اللي بيمضي هذا الإقرار. نعم. تطعيم الأطفال اللي هيبدأ من بكرة إلزامي أم غير إلزامي؟ لا، ده طبعا اختياري محض. تطعيم الأطفال أو المرحلة السنية من 12 لحتى ما دون 18 بيبتدي. نعم. الإلزامية هنا من 18 للي في الجامعة. يعني اللي في الجامعة من 18 سنة هو ده اللي بيطبق عليه إلزامية اللقاح، لكن تحت سن 18 لغاية سن 12 سنة ده اختياري محض، ليس هناك أي إجبار على أولياء الأمور أن هم يسجلوا لتلقي أبنائهم اللقاح. نعم. سيد سفير، حضرتك قلت لي احنا في مصر وصلنا لحاجة 40 مليون تم اخذ الفاكسين، الجرعة التنشيطية اللي هي التالتة امتى تبدأ؟ يعني لو انا النهاردة خدت الجرعتين وعايزة اخد جرعة تنشيطية، هل في ميعاد محدد؟ هل هتبدأ ازاي؟ هل في اولويات؟ هتبدأ التسجيل ليها بكرة برضو. بكرة. بس دي طبعا دي لفئات محددة. وهي الأطقم الطبية هم اللي يحق لهم في هذه المرحلة الحصول على جرعة ثالثة تنشيطية، وأيضا الفئات الأولى بالرعاية زي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المناعية. دول جميعا مجموعهم حوالي 4,140,000 مواطن بس. مليون ومئة وأربعين ألف أطقم طبية. و3 مليون دول المسجلين على قواعد بيانات وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، أصحاب الأمراض المناعية. ومن هؤلاء أيضا مش كله برضو اللي اعتبارا من بكرة يستحق التسجيل، لا، لازم يكون مر 6 أشهر على الأقل. أيوة. من تاريخ الجرعة الثانية على آخر جرعة. بالضبط كده. نعم. يعني يكون مرة 6 شهور، يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا 1/12، يكون حصل على الجرعة الثانية الأخيرة. نعم. قبل 6 شهور من 1/12، يعني من شهر 5 أو 6 تقريبا. نقول مايو عشان نمر 6 شهور، يكون. نعم. حصل على الجرعة الثانية من اللقاح. تمام. طيب لو ناس بره التركيبة الأربعة مليون وشوية اللي حضرتك قلتهم لكنهم حريصين على ان هم ياخدوا الجرعة التعزيزية، امتى يبدأ يقدموا؟ احنا كل حاجة بنبدأها غير الأطقم الطبية، غير الأولاد، فضل. كل حاجة يعني فيما يخص اللقاحات بناخدها بالتدريج، واللي بيحكمنا في هذا مدى توفر اللقاحات من عدم. يعني لو تفتكر حضرتك في البدايه خالص احنا بدانا بنفس الترتيب اللي احنا بادئين فيه بالجرعه الثالثه. صحيح. وهي ان الجرعه الاصليه الاساسيه كانت مخصصه ايضا للاطقم الطبيه وكبار السن واصحاب الامراض المناعيه. لما اللقاحات توفرت وزادت الحمد لله عندنا، بدانا نتوسع ونضم فئات اخرى، بدانا
ننزل بالسن، ضمينا عملنا الجرعه الثالثه. احنا حاليا عندنا 42 مليون جرعه لم تستخدم بعد، 42 مليون جرعه لقاح. عندنا وفره بشكل هايل في مصر. الحمد لله. الحمد لله. الجهود كل اجهزه الدوله الفتره اللي فاتت نجحنا في توفير اللقاحات للشعب المصري. 42 مليون جرعه ده رقم كويس جدا. طبعا. خاصه زي ما قلت لحضرتك ان هو مكننا من النزول بسن التطعيم واستهداف فئات اخرى، فمع الوقت ان شاء الله ومع توفر المزيد من الجرعات هنضم فئات اخرى من خارج الفئات اللي هي محدده حاليا بالجرعه الثالثه او مستهدفه حاليا بالجرعه الثالثه. كل ده مرتبط ان شاء الله بالتوسع في الحصول على اللقاحات وتصنيعها ايضا، لان احنا بنصنع ايضا جزء من هذه اللقاح على ارض مصر. نعم. العالم كله دلوقتي زي حضرتك ما انت متابع طبعا، وكل الناس متابعه في حاله خوف، في حاله رعب من المتحور الجديد لكورونا اوميكرون. ايه الاجراءات الوقائيه اللي بتاخدها الحكومه المصريه للجاهزيه؟ هو النهارده راجعنا كل الاجراءات اللي تم اتخاذها حتى الان. الاجراءات اللي تم اتخاذها من جانب مصر كانت سباقه متواكبه مع كل الاجراءات اللي اتخذتها دول العالم، وهي تعليق رحلات الطيران مع دول الجنوب الافريقي. لدول الجنوب الافريقي تحديدا لان هي دي الدول التي اعلن فيها وجود هذا المتحور. حتى الان زي ما حضرتك بتقولي في حاله رعب من هذا المتحور، رغم ان ليس هناك دليل علمي مثبت واحد فقط بيقول ان هذا المتحور مثلا اسرع انتشارا من المتحورات السابقه. هو جايز يطلع بالفعل اسرع انتشارا، لكن هذا الامر ما حدش اجزم، محتاج وقت علشان نثبته. ليس هناك دليل علمي على انه يسبب حالات وفاه اكثر من المتحورات السابقه. نعم. ليس هناك دليل علمي على ان الاعراض المتعلقه به مختلفه او اشد خطرا او صعوبه من المتحورات السابقه. نعم. كل ده وارد انه يثبت طبعا. ان هو ممكن يكون كل ده ممكن يكون اسرع انتشارا، ممكن يكون اخطر، ممكن يكون يسبب حالات وفاه، لكن حتى الان لم يثبت ذلك. علشان كده الى ان يثبت ذلك احنا لا ننوي كمصر اتخاذ اي اجراءات مزيد من الاجراءات التقييديه او التجديديه. نكتفي في هذه المرحله بما اتخذناه من اجراءات متعلقه باخضاع كل القادمين من البلدان التي تم اعلان وجود المتحور فيها. اخضاعهم لاختبارات في المطار وترحيل غير المصريين ممن يثبت اصابتهم، واخضاع المصريين المصابين ل او اخذهم في مستشفيات العزل والحميات لعلاجهم. حتى الان هي دي الاجراءات، مش هنغيرها، هنستمر في ذلك الى ان يصدر عن جهات علميه موثوقه معلومات اكثر عن هذا المتحور، خاصه ان الجدل حواليه يشابه كثيرا ما كان يدور حول المتحور دلتا في البدايه. برضه كان في حاله رعب من هذا المتحور في البدايه. دلتا حاليا هو 90% من الحالات اللي موجوده في مصر هي هذا المتحور. متحور دلتا اللي كان عامل رعب في العالم، وثبت ان هو بيستجيب للقاحات، ما فيش مشكله خالص، يعني كل الاعراض المتعلقه بيه ما اختلفتش كتير يعني عن باقي المتحورات. وخلينا اقول لحضرتك موضوع التحور ده لن ينتهي. طالما هناك فيروس هيكون هناك تحور. يعني التحور والفيروس هما شيئين مرتبطين ببعض. طول ما الفيروس موجود هيحاول يتحور، وبالتالي يغير في نفسه، وبالتالي يبقى مستنيين بقى زي ما احنا بنشوف ويف ثانيه وثالثه ورابعه، يعني مساله كده هتبقى مستمره لا تنتهي. مستمره، لكن العلاج الناجع او الحل الوحيد او السلاح الذي لدينا حاليا هو اللقاحات، لان ثبت ايضا ان الشخص الحاصل على اللقاح بيكون اكثر مقاومه بكثير للفيروس ومتحوراته. عكس الشخص اللي هو لم يحصل على اي جرعه من جرعات اللقاح. في رقم انا قلته الاسبوع اللي فات ناتج او بناء على احصائيه عملناها او تحليل لعدد الوفيات من الكورونا في 7 محافظات. ثبت ان نسبه الوفيات بين من لم يحصل على اللقاح تزيد عن 98%، بمعنى ان لو في 100 شخص عينه خدناها من توفوا من كورونا، 98% لم يحصلوا على اي جرعه من جرعات اللقاح، واثنين فقط من المية هم اللي توفوا رغم حصولهم على جرعات اللقاح. فطبعا الفرق شاسع ما بين نسبة الوفيات في بين من لم يحصل على اللقاح ونسبتها في من حصل على اللقاح، وده بيثبت ويؤكد للمرة المليون أهمية الحصول على اللقاح.
تمام. في ظل الاعداد واللي موجود دلوقتي، هل العنايه المركزه جاهزه؟ ما فيش قصور، يعني اقصد في شكوى من عدم توافر عنايه مركزه، ما فيش شكوى من عدم تواجد اماكن في مستشفيات؟ يعني انا بتكلم في ظل اللي احنا فيه وفي ظل الاستعداد كمان لما هو قادم، ما حدش عارف اللي جاي. تمام، لا الحمد لله حاليا ليس هناك اي شكوى لدى القطاع الصحي من عدم توافر لا أسرة عادية ولا عناية مركزة ولا تنفس معك. الحمد لله حتى قبل هذا المتحور اللي هو لم يصل مصر حتى الآن. نعم. وده مش معناه أنه هو مش هيوصل، وده مش معناه أنه هو لو تم اكتشافه في مصر فدي نهاية الكون. لا وده مش معناه أنه لو تم اكتشافه يقول شفته قالوا لنا ما كانش فيه ومش جاي، ما هو ممكن يجي في أي وقت. يعني مش حد مش هنخبي، أقصد يعني زي أنا بتكلم على زي أوائل كورونا أما قالوا ما فيش وبعد كده ظهرت حالات بدل عادي. بالظبط كده، أشكرك جدا على هذه الملحوظة لأن فكرتني بحاجة حصلت النهاردة، وهي إحدى الدول الأوروبية أعلنت إنها اكتشفت وجود هذا المتحور لديها لعينات من يوم 19 نوفمبر. 19 نوفمبر ده يعني قبل 5 أيام من إعلان جنوب أفريقيا عن وجود هذا المتحور. تمام، ده معناه إن هذا المتحور كان موجود بالفعل في أوروبا في إحدى الدول الأوروبية حتى قبل جنوب أفريقيا. صحيح، ده يدل أيضا لا ضمانة إن يعني بيتم اكتشاف كل هذه المتحورات بالصدفة، ومش معنى أنه مش موجود حاليا في مصر وأنه مش حقيقي. نتمنى ما يجيش، لكن ده مش معناه أنه هو ما يجيش. ده مش معناه أنه هو ما يجيش. صحيح، ده مش معناه أيضا أن هو أن إحنا لما بنقول ما فيش أن إحنا بننكر شيء. لا، زي ما قلت لحضرتك مثال هذه الدولة الأوروبية. نعم. بتعلن اليوم إن هو كان لديها من يوم 19 وما كانتش. نعم. اكتشفته. نعم. فده طبيعي جدا في مثل هذه الحالات من الحالات الوبائية. ده يخليني أسأل حضرتك السؤال الأخير، هل يعني إحنا دلوقتي وقفنا رحلات الطيران المباشر مع جنوب أفريقيا، هل لو تم اكتشاف في دول أخرى زي ما حضرتك كنت بتتحدث دلوقتي عن دولة في أوروبا، هل وارد إنه مسألة وقف الطيران مع دول أخرى؟ هو إحنا اتخذنا هذا الإجراء مع جنوب أفريقيا كإجراء احترازي وأسوة بباقي دول العالم، وحفاظا أيضا على صحة المواطن المصري إلى أن يتبين مدى خطورة هذا المتحول. هو وارد زي ما حضرتك بتقولي يتم اكتشافه في دول أوروبية، وده حصل بالفعل وفي دول غير أوروبية. نعم. وارد أيضا أن خلال الأيام القادمة يبتدي النتائج التحاليل الأولية حول هذا المتحور ويثبت أنه مثله مثل غير باقي المتحورات. نعم. وأنه يستجيب للقاحات. ففي هذه الحالة مش هنحتاج أصلا أن احنا نتخذ مثل هذه الإجراءات. لأن لو بدأت تقفلي مع كل دولة هيظهر فيها متحور جديد، ده هنرجع مربع تاني. صحيح، صحيح. حالة الإغلاق الكاملة. لا، يجب أن احنا نتعامل مع المتحورات بشكل ليس فيه تهوين ولا تهويل. يعني كلام مهم، كلام مهم جدا. بشكرك سيد سفير نادر سعد، بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكرك. طيب احنا ممكن ناخد مداخلة على انه اعلام النواب زي ما حضراتكم عارفين وافق على منح ضبطيه قضائيه للنقابات الفنيه لمواجهه اغاني المهرجانات او الاسفاف. طيب انا يعني من امبارح عمال افكر، هل ده معناه انه ده هيلغي عمل المصنفات الفنيه، ده هيلغي عمل الرقابه بشكل عام؟ يعني الاستخدام النهارده الضبطيه القضائيه، هل دي محدده ولا المساله مفتوحه؟ ست النائبه داليا السعداني عضو لجنه الاعلام والثقافه بمجلس النواب، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه كده بالمناسبه اللي احنا هنقوله ده، مناسبه القرار. حمو بيكا النهارده يا جماعه اقتحم قبل اقتحم حمو بيكا غير في كلمات عمرو كمال، غير في كلمات اغنيه بنت الجيران وهو بيغني في موسم الرياض بالسعوديه امبارح، وغير جمله من أشرب خمور وحشيش لأشرب تمور وحليب، وقال الآتي تعليقا على تغيير الكلام، قال ده كلام لائق في بلد
طهرة اللي احنا موجودين على أرضها واللي احنا واقفين على أرضها، وكمان تعليمات النقيب هاني شاكر. هل ده رد فعل للقرار الست النائبة؟ بصي أولا أنا بس عايزة مش عارفة أقول إيه والله. أصل أنا قلت بقى إيه؟ عارفة أنا قلت بقى عمرو كمال كده كل بلد هيسافرها هيغير، يعني هيغير. هو نفسه قال لك اصل احنا على ارض طاهره، فبالتالي انا قلت اقلب الموضوع لتمور وحليب. فانا مش عارفه يعني، طب عندنا كان ايه؟ مش معنى احنا اللي ينفع عندنا خمور وحشيش مع يعني ان الارض طاهره. هقول لحضرتك بس الاول موضوع الضبطيه القضائيه، لانه طبعا واخد يعني منحى كتير في الكلام. اولا الهدف الاساسي ان انا بس اشرح لحضرتك انه موافقه لجنه الثقافه والاعلام والاثار هي مرحله من ضمن المراحل في مشروع مقدم من الحكومه، ليست المرحله الاولى ولا الاخيره. يعني في لسه مراحل ثانيه بيمر بيها القانون في نفس الموضوع. في نفس الموضوع مشروع القانون اللي مقدم من الحكومه بيمر على كذا فلتر، كذا مرحله. الأول بيمر عندنا، وبعد كده كمان مجلس الشيوخ بيبدي رأي. نعم. يعني في كذا مرحلة. صحيح. بس اللي أنا عايزة أوضحه لحضرتك بمنتهى البساطة إنه الهدف الرئيسي من المسمى ده هو ضعف موارد النقابات. النقابات دي معنية بالفنانين التشكيليين والفنانين المطربين والموسيقيين والممثلين اللي بيوصلوا لأرض العمر وليس لهم تأمين صحي، ليس لهم سكن، ليس لهم معاش. دي زاوية تانية خالص غير اللي اتناقشت وغير اللي اتقالت. يعني ما هي دي النقطة، الناس عايزة تاخد حتة بس فيها بروباجندا شوية بس. الهدف الرئيسي هو إعطاء الآلية لتحصيل الغرامات والمتأخرات عشان صناديق النقابات يكون فيها ما يكفي لتغطية احتياج الأعضاء في النقابة. دي أهم نقطة. دي أهم نقطة. أنا النهاردة ما عنديش موارد، النقابة ما عندهاش موارد. والناس بتجيلها أوقات قدراتها المالية بتبقى محتاجة رعاية ومفيش تأمين. وأقول لحضرتك ومن هنا الهدف بالتغريم 20,000 جنيه. من هنا كان في تغريز على التغريمات وعلى الاشتراكات. ما ينفعش يكون في فنان تشكيلي يكون يا فندم المعاش بتاعه 75 جنيه. فالدولة النهاردة، دي قمة الإهانة. الدولة النهاردة لما تيجي تقول بس ده من النقابة، مش عشان بس ما يتفهمش ان ده معاشه، ده من النقابة مش كده؟ ده من النقابة. ده ما هو اصلا ما عندوش حاجة تانية. ما هو النهاردة الفنان او الممثل او كذا عنده منين؟ ما هو ما عندوش غير النقابة يلجأ ليها لو عايز عملية او عيان. طيب استاذن حضرتك في حاجة يا ست النائبة، لانه الكلام ده ما تمش الاشارة ليه بشكل او باخر حتى في الاخبار اللي طلعت. حضرتك بتتكلمي في موضوع في غاية الأهمية، محتاج انه حضرتك تبقي تنوريني في الاستوديو. هل ده ممكن ونتكلم عن القانون ده طبعًا كله طبعًا. لانه القصة مش قصة ولسه بس. كمان هقول لحضرتك على حاجة احلى واحلى. ده انا هقولك على موضوع يا فندم. القصة ان النهاردة الضبطية القضائية النهاردة ده معناه انه لو حد كمان يعني في نوع من انواع الرقابة، ده مزيد من الحريات، لان بدي المتخصص يراقب على تخصصه. مش بقول انه النهاردة وزارة العدل هتتراقب على الابداع والفن، ده انا بقول المبدع يراقب على المبدع والفنان يراجع ورا الفنان. لا ده محتاج مزيد من الحريات. ده محتاج حلقة لانه الكلام ده في نقاش كتير. فاستأذن حضرتك تشرفيني ومهم ان انا خدت تصريح حضرتك بانه ما الارض دي طاهره برضو يا عمرو، يعني مش طبعا هي وبالعكس ده المفروض ان الارض اللي ولادة هي الاطهر. الام هي الاطهر مش كده؟ والله يعني معلش يعني ربنا يتولانا. ربنا يهدي بالظبط. وما فيش اي مشكله في وجود ضوابط، وما فيش اي مشكله يعني في وجود معايير تحترم. ايه محترمات على طبعًا. على راسنا من فوق. تظبط مع حضرتك وتشرفينا بعد ان شاء الله يا فندم. ست النائبه داليا سعدني اشكرك شكرا جزيلا. بمناسبه يا جماعه حمو بيكا، بمناسبه الناس دي عمرو كمال، يعني عمرو كمال زي ما قلت لحضراتكم غير في كلمات بنت الجيران طبقا للارض اللي هو واقف عليها. و حمو بيكا بقى اقتحم غرفه عمرو كمال
فور وصوله السعودية وقال له قوم بسرعة، الفيديو طبعا حضراتكم أكيد هتشوفوه أو شفتوه، قوم بسرعة عرفني على الناس اللي اديتك عربية دي فين، أنا عايز عربية زي دي. مش عارفة أنا حسيته إنه فيديو رخيص حتى لو بتهزر، يعني هزار رخيص. طيب خلينا بقى نطلع فاصل علشان إحنا عندنا الفقرة دي مهمة جدا إن إحنا نتواصل فيها مع ضيوفنا عن الجدل حول مشروع قانون يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة. خليني أقول لحضراتكم بعد الفاصل هتشرفني الست النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب والست النائب عاطف المجاوري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، انتظرونا. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيوفي، برحب بالست النائبه هاله ابو السعد، اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بيكي ست النائب، اهلا بيكي. برحب ايضا بالست النائب عاطف المجاوري عضو لجنه التشريع بالبرلمان، اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. ست النائبه، فلسفه المشروع ده ايه؟ الجدل اللي حصل ليه؟ فعايز اعرف من حضرتك الفلسفه في التعديل ماده في قانون الاحوال الشخصيه. الفلسفه بسيطه جدا، هي المادة 11 في قانون الأحوال الشخصية مقرر موجودة وتم عليها التعديل أكثر من مرة حتى وصلت لـ 2005. المشكلة كان المادة بتنص على، أنا لم أتطرق من قريب أو من بعيد في هذه المادة لأي شريعة إسلامية أو للتعدد أو أي حاجة خالص من قبيل هذا، لكن تطرقت إلى تغليظ العقوبة بعدم اختار الزوجة الأولى فقط لا غير، لأن المادة أساسا موجودة. وخلينا نقول للسادة المشاهدين عشان نوضح لهم الرؤية، أن على الزوج أنه هو يقر في وثيقة الزواج بحالته الزوجية. الوثيقة اللي موجودة حاليا، اللي موجودة، بيقر الزوج في نهاية الوثيقة إذا كان متزوج أو باسم الزوجة وبعنوانها. ما يحدث الآن على أرض الواقع إن اللي بيحصل إن الزوج بيبقى متزوج ويكتب اسم الزوجة ويكتب عنوان خطأ. القانون بيقول على المأذون أو الموثق، لينا نقولها زي القانون ما بيقول، على الموثق أن يخطر الزوجة بعد عقد القران. ده ما كانش موجود في المادة في الأول. موجود يا فندم، موجود في المادة 11. اختار في خلال أسبوع بجواب بعلم الوصول. اللي بيحصل أن المأذون بياخد العنوان وبياخد الاسم وبيبعت الجواب بعلم الوصول. للأسف أن لأن العنوان خطأ فبيرجع تاني. هنا التدليس في العقد لمين؟ للزوج أكيد، لأنه دلس في عقد العقد شريعة المتعاقدين. حضرتك لما أنا بشتري بيت أو بشتري عربية بيبقى فيه غبن أو تدليس في هذا العقد، بترجع على البائع بهذا. ما هي التدليس؟ ما هي عقوبة التدليس في زواج شرعي مقدس كده؟ دي ربنا عقوبة، عقوبة يعني ما وضعته عقوبة على اعتبار انه حضرتك شايفاها جريمة. طبعا العقوبة تتصل بالجريمة. طبعا طبعا يا فندم. هو طبعا ما تفضلت بيه سيادة النائبة ده فعلا المادة. انا وجهة نظري ملخصها، وخاصة معلش في سيل من القوانين، مشروعات القوانين او القوانين التي اقرت في المجلس تتناول عقوبات للعلاقات الأسرية. ده بالنسبة لي يزعجني. أنا ضد أي محاولة لتحويل العلاقات الأسرية إلى ترسانة من القوانين والعقوبات، يبقى إحنا عايشين متوجسين مع بعض. ده مبدأ. القضية الأخرى، فعايزه بقى يتجوز براحته وهي ما تعرفش، ولا المأذون يقدر؟ لا بالعكس، هو إحنا عندنا المادة، هو في هذه الحالة هو ارتكب واقعة تزوير ونفي لما هو قائم. ودي متعارف عليها لأنه أقر بما هو ليس حقيقة. ودي في 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 القانون العام في عقوبة للتزوير وإعطاء معلومات غير صحيحة. مادة 212 سيادة النائب بتعطي لي في قانون العقوبات، بتعطي 6 شهور للتزوير، التزوير في محرر رسمي. أيوه وما يليها. أيوه من واحد. لكن في الحقيقة، معلش أنا آسفة إن أنا قطعت كلام حضرتك، لكن في الحقيقة ده لا يطبق على المخالفة في عقد الزواج. أنا ما أنا جاي. لا يطبق. اعتبرها لا يطبق. تزوير. لأنها تزوير. لا وقع. أي إقرار في أنا عندما أقر ببيانات غير صحيحة فأحاسب. زورت. زورت. فإذا عندي مادة تعاقب في هذه المسألة. ليه بقى؟ لأن أنا
بس ليه في ليه مشكله؟ ليه الجمله اللي حضرتك قلتها بتاع فكره ان هو يهدد كيان الاسره؟ لا لا، شوف اقول لك ليه. في اولا العالم يتجه الى الغاء العقوبات سالبه الحريه، ويتجه الى العقوبات الماديه فلوس وكده، لان سالبه الحريه لها تداعيات. النقطه الثانيه ان الجواز الثاني حريه. لا مش حريه، لا مش حريه، انا بس عشان ما حتى لا يفسر كلامي على معنى. لكن ال 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 القصه في انا بعاقب العقوبه دي، انا حبست الاب الزوج دوت، هو في النهايه في الاسره الاولى للزوجه الاولى اللي هي من حقها التضرر ومن حقها تطلب الطلاق لوقوع الضرر عليها، لانها تم الزواج عليها بدون علمها ولها الحق في ذلك، والقانون بيحكم لها مباشره القاضي. طيب لما حينما يحبس هذا الرجل اللي هو بقى اصبح عائل لاسرتين، خلينا في الاسره الاولانيه، انا اولا بالمناسبه ما تتفضل به سياده النائبه هو يستهدف حمايه الاسره المصريه، وانا موقفي بالمناسبه ايضا في رفضي للقانون يستهدف حمايه الاسره، لان اللي هحبسه ده عائل، فانا هحبسه زي احنا طلعنا قانون. تمام، اسمح لي اناقشك في الجزئيه دي. اتفضل. عشان ما من لا اتفضل ما نتفرعش. في البداية حضرتك قلت لها طب ما هو ده ممكن يبقى تزوير في وثيقة قانونية فيعاقب، يعاقب مفيش داعي ويتحبس. ويتحبس يا فندم، بس ما بيحصلش. لا لا لا، ما هو هيتحبس. لا لا بس ماشي ماشي، أنا بس في نهاية. مفيش لا يا فندم حبس. بص في نقطة بس عايز أوضحها عشان يعني نحدد يعني نستغل الوقت أسلم استغلال عشان السادة المشاهدين يفهمونا أكتر. المشرع هو منظوره ان هو بيعالج قضيه موجوده على الارض، ده الهدف بتاعنا، احنا كنواب احنا مشرعين بنعالج مشكله، المشكله هنا هي عمليه التدليس والغبن في هذا العقد. انا لا بقول حضرتك انا عايز اسجن الرجال، ولا بقول انا عايز اعمل حاجه، ولا عايز اقيد حريه الرجل في ان هو يتزوج مره واثنين وثلاثه واربعه. انا بقول حق وحيد وهو حق المراه في ان تعلم ان زوجها تزوج عليها. لا ما هو القانون ده الحق ده يا فندم. انا طيب انا ولو لو لو هو ما عملش ده عقوبه إيه؟ العقوبه هنا انا عملتها في الحقيقه بشكل مجحف شويه عشان تكون رادع. رادع الضرر هنا اللي وقع على الزوجه. العقوبه كانت يعاقب الزوج بالحبس لمده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه. طيب هستاذن حضرتك، خليني ارحب بالدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام العلمي العام على في الازهر. دكتور عبد المنعم مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور عبد المنعم. دكتور عبد المنعم، هل قانون زي ده لازم يرجع لحضراتكم في الازهر المقترح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. احيي حضرتك والاخت الكريمه. شكرا. والساده المشاهدين. نعم يا اختي الفاضله، ان قانون الاحوال الشخصيه قانون هو جزء من التشريع الإسلامي. والتشريع الإسلامي بنص الدستور الذي يفسره ويوضحه في مصر والعالم هو الأزهر الشريف. تماما، كما لو وضع قانون للأحوال الشخصية للإخوة المسيحيين الأزهر لا يتدخل فيه، إنما يعرض على الكنيسة. والكنيسة تعرضه على المجمع المقدس. هذا هو احترام الدستور والقانون يحترم الدستور. اذا راي الازهر ملزم ام غير ملزم؟ لا، هو اسمه راي الازهر. نعم، الازهر يقول رايه. تمام. هل الازهر يقبل بحبس الزوج؟ هل حبس الزوج يعد من اركان الزواج في الاسلام؟ ايوه. الاخت الفاضله سمعتها في اخر حاجه. نعم. عفوا، بتقول اني انا عملت القانون بطريقه مجحفه. مجحفه يعني إذا هناك تدخل أكثر من اللازم. التشريع الإسلامي حينما شرع راعى كل الأمور وكل الضوابط، قال في السكن: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن، إلى آخر. وقال والوالدات يرضعن. طيب دكتور عبد المنعم، فإذا أدخلت أشياء على ما عرفه المسلمون منذ 14 قرنا من الزمان، منذ أن اللي هو إيه؟ منبر الأزهر.
تحت سماء مكة اللي هو للحبس. ليس لا يجوز إطلاقا لا اجتماعيا ولا أخلاقيا ولا دستوريا. أي تمام. إنما إن وجد الزواج وحصل فيه إجحاف بعيدا عن العدل القانون يطبق بالطريقة التي فيها المودة والرحمة التي تكون بين الزوجين. طيب سيادة النائبة عايزة أتعلق بس أسأل حضرتك سؤال فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك. تفضلي. حضرتك هو الكذب حلال ولا حرام؟ الكذب؟ أيوة. هذا سؤال لا يسأل يا فندم. الكذب حرام في كل الشرائع السماوية. هو بيقول لك لا يسأل يا فندم. معروف الكذب يعني. والتدليس في هذا العقد أيضا حرام. أنا لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الشريعة وتطبيق الشريعة والشريعة الإسلامية هي مهمة حضراتكم لأن أنا مش متخصصة. دكتور عبد المنعم قال ضمنا أن ده ضد الشريعة كده يا ستة إطلاقا يا فندم. أنا لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التعدد. أن الزوج عليه أن له مطلق الحرية في أن يتزوج واحدة واثنين وثلاثة. أنا ما عنديش والرابعة العدل اللي المفروض مرتبط بالزواج بتعدد الزواج ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعي. في جزئية العقوبة. العقوبة هنا يا فندم لمين؟ لمن دلس وغش داخل محرر رسمي موجود في عقد الزواج فقط لا غير. عليه أن يخطر الزوج. أسمح لي أن أنا أكمل. عليه أن يخطر الزوج الزوجة ولها مطلق الحرية أن تقبل بهذا أو أن ترفض. ده حرية عادية جدا لأنها مواطن مصري يعيش على هذه الأرض وده يوافق الدستور المصري لـ2014. خلينا نسمع دكتور عبد المنعم. تفضل يا دكتور. الدستور المصري ينص على أنه لا أو القانون التابع للدستور لا عقوبة إلا بجريمة. رجل استعمل حقه الشرعي وليس من أركان الزواج ولم يقل فقيه من الفقهاء أنه يواجب على الزوج للحقائق في الحقيقة يقول هذا الأمر. الرجل يستعمل حقه الشرعي لكن متى يمكن أن يتدخل القانون في أنه إذا خالف قضية العدل والزوجة يا فندم أنا ماليش علاقة بقضية العدل ولا لي علاقة بالشرع يا سيادتك شيخنا لو سمحت. أنا جاية بتناقش في عقوبة تدليس وليس عقوبة زواج. أنا ماليش علاقة خالص إن الزوج له الحق إن هو يتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة. دي رابع مرة بقولها يا فندم. لا يصح إطلاقا إن إحنا نلي الحقائق بهذا الشكل. أنا ماليش علاقة إطلاقا بالشريعة. ما أختارش زوجته فقط لا غير ولا المأذون بالزواج التاني يا دكتور عبد المنعم فقط لا غير إن هو لم يخطر الزوجة بالزواج. طب نسمع دكتور عبد. أنا مش عارف أتكلم. لا اتفضل اتفضل يا فندم. انت عاوز راي الشرع ولا كلام يكون انتهائي؟ راي الشرع. الشرع ليس من اركانه انه يشترط عليك ان تخبر الزوجه بانك ستتزوج اخرى ولكن من اركانه الاشهار من اركانه العدل من اركانه اقامه السكن الموده الرحمه الى غير ذلك. لكن هل فقيه من الفقهاء قال إلا الحنابلة لو اشترطت الزوجة لو اشترطت الزوجة في العهد الزوجة في الأولى الحنابلة فقط قالوا قد يقبل هذا الشرط لو اشترطت لكنها لم تشترط هل واجب علي على الزوج الذي يستعمل حقه الشرعي أنه يحبس أنه لا يستعمل حقه الشرعي إن استعمال الحق لا يؤدي إلى العقوبة على الإطلاق ولا عقوبة إلا بجريمة. نعم حضرتك أنا شايف حاجة. أنا أقول لحضرتك حاجة. نعم. شرع ليس ما يطلبه المستمعون. الشرع منذ 14 قرنا نعم. من الزمان زي ما قلت لحضرتك نعم. وهو وضع أركان للزواج وللأسرة المصرية وضوابط وشروط فيها عدل وفيها صدق بين الزوجين. دكتور عبد المنعم دكتور عبد المنعم يعني حضرتك مع فكرة ضد فكرة حبس الزوج كويس ومع فكرة انه ممكن المسألة تتحل بان الزوجة الاولى تشترط في عقد الزواج على زوجها انه ما يتجوزش عليها تاني. هذا الامر لو وقع في مجتمعنا الان ما حدش هيتزوج في مجتمعنا. طب. لكن اللي انا عاوز اقول لحضرتك ان الحنابلة قبلوا قال ان قبل الزوج هذا الشرط فانه يوضع في العقد. ده الحنابلة اللي قالوا هذا الكلام. الحنابلة فندم بس احنا يعني انا عاوز اقول
أنا نعم. عاوز أقول لحضرتك حاجة. بالله عليك لو أن الزوجة حبس والزوجة موجودة ومعها أولاده، عشان الأولاد صفوا إلى أن أباهم محبوس، من اللي حبسوا أمه أمهم عشان يتجوز عليها من غير ما يقول لها يا دكتور يا ستي، هو هي لها العدل ولها الإنصاف وملهاش وملهاش حق انها تعترض بالقانون، لا تتضرر وتطلب الطلاق، هي تستعمل حقه الشرعي المادة موجودة. وبعدين المسلمة تعلم وهي تتزوج تعلم أن الزوج حق في الزواج، اللهم إلا إذا خرجت عن الإسلام بقى. فهل يعني أنا علشان أنا أعترض أو أنا لازم أبقى ساكتة وجوزي يتجوز عليا، وإلا لو اتكلمت بخرجت على الإسلام يا دكتور؟ لا لا، ما قلناش الكلام ده، أنت فهمتيني خطأ لمؤاخذة. أنا بقول إن الزوجة تعلم أن للزوج حق في هذا الأمر، وأني ربنا بيقول مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا، اشترط العدل فواحد. نعم. كل الرجالة شايفة أنها تقدر تعدل يا دكتور. إن عدل فمن بصي، محدش بيتكلم في هذه القضية إلا المتزوجات، لكن غير المتزوجات لا يتكلمن أبدا في هذه القضية. المتزوجة الثانية امرأة ليست امرأة، الثالثة امرأة أم ليست امرأة، الرابعة امرأة أم ليست امرأة، لماذا تقبل إلا واحدة فقط بنت ثلاثة؟ إذا نحن نقول واجب المحافظة على العدل بين الزوجات، وواجب إعطاء حق الزوجة وعدم إهمالها، وربنا قال في القرآن الكريم هي برضو وعاشروهن بالمعروف. كل ده بعيد عن موضوعنا دكتور عبد المنعم. كل ده بعيد عن موضوعنا. احنا كل ده احنا عارفين احنا بنتكلم فيه. هي بتقول بس سيادة النائبة عايزة تضيف ان يبقى فيه تغليظ عقوبة للزوج لو مراته الأولانية ما عرفتش أو التانية، ويزور في إنها المفروض الجواب الإحضار أو المحضر يروح لها، يكتبوا عناوين غلط. ما حضرتك عارف اللي بيحصل. أنت قلتي تغليظ العقوبة، والإسلام يمنع تغليظ العقوبة التي تتوافق مع شرط العدل. لكن هي حددت العقوبة بالحبس، ودي مصيبة في المجتمع. هذا مصيبة في المجتمع. ابعدوا عن قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية من يوم ما سمعنا الرؤية، ومن سمعنا قانون الحضانة، وسمعنا قانون النفقة، الأسرة المصرية ارتبكت. اتركوا شرع الله هو الذي ينظم البيوت. بعد إذنك. شكرا دكتور عبد المنعم فؤاد. بعد إذنك. تفضل. يعني في الحقيقة أنا شايفة أن الحوار راح في اتجاه تاني خالص، والسادة المشاهدين كده مش هو قفل. لا لا لا، السادة المشاهدين ده موضوع، لا يعني. أنا سوري، اهتمامك بالسادة المشاهدين ده موضوع أنا يعني هو قفل دكتور عبد المنعم قفل. قال اتركوا شرع الله لأصحابه من الآخر كده، يعني اخرجوا برا الموضوع. ليه يا فندم؟ احنا مشرعين الحمد لله. أنا تطرقت الفصل التشريعي الماضي لقضية مهمة جدا، وهي قضية الاستضافة والحضانة وخلافه. أنا بتكلم في قانون ليه الرجالة كلها ضد الموضوع، لأنهم فاهمين أن الموضوع للزواج التاني. أنا بقول يا فندم أنا ماليش علاقة بالشريعة إطلاقا. أنا بقول عقوبة تدليس وثيقة الزواج هي محرر رسمي موجود يترتب عليه حقوق وحريات للأسرة المصرية. فأنا بتكلم في أن نفس كلام سيادة النائب بيقول لك ماذا لو الابن أو البنت عرفت أنه أمهم سجنت أبوهم؟ طب ممكن أسأل كده سؤال من وجهة نظره، أنت كده بتبوظي الأسرة المصرية. لا يا فندم، أنا بحافظ على الأسرة المصرية. لا، أنا في البداية قلت أن هو دوافع لسيادة النائبة الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية. وأنا أيضا منطلق فكرة ان انا ايضا بحمي الاسرة المصرية، لان انا حبست العائل. هنا النقطة الاهم. في نفس الوقت وبالمناسبة، اي حاجة تحرير تزوير في محرر رسمي له عقوبة في القانون. فانا مش عاوز اقترب فكرة ان انا اعمل قانون خاص بوقعة خاصة. انا عندي بشكل عام، وانا اقول لك الحاجة بموضوع الاقرار ده استحدث بالمناسبة لم يكن قائم من 2005. طيب أنا أضيف حاجة لسه جاي لي مشكلة بالمناسبة. إن واحد راح يطلع قيد عائلي، فلقى أبوه عنده ثلاث زوجات،
في واحد تاني راح يطلع قدع الي لا ابوه عنده ولاده خليه 11 عيل غيره بالظبط بالظبط. انا اقول مش حاجه مش عارف يعمل ايه. اقول حاجه ابوه ده مستند رسمي مستند رسمي بدل الاقرار وانا هزور في الاقرار وهكتب بغير الحقيقه زي ما احنا كان في شرط بنقول كشف الطبي خلف ثلاثه ولا عياله عرفوا ولا مراته عرفوا. لا ده عارف الكشف الطبي الكشف الطبي ايضا من لوازم الزواج للاسف ولكن سوري الان المأذون لازم يجيب شهاده كشف طبي لدى الزوجين المتقدمين للزواج بما يفيد ان هم صلاحي عندهمش امراض وكذا ومع ذلك الموضوع تاني. لا قصدي قصدي بيدفع فيها فلوس ويك طيب ما انا عندي محرر رسمي لا يمكن التلاعب فيه اضيفه للوازم الزواج وانا بسلم الرقم القومي والصور والشهادات بسلم ايه؟ قيد عائلي. طيب خليني ارحب تمام خليني ارحب بالشيخ اسلام عامر معانا على التليفون عشان الوقت. شيخ اسلام مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك اهلا بيك. ايه رايك في مساله اشكرك قيد عائلي؟ ايه راي حضرتك علشان الوقت عفوا ان انا اضيف في الوثيقه وثيقه الزواج اللي بتعملوها كمأذونين قيد عائلي اللي لا يمنع؟ ولا احنا قيد عائلي يفي كمان على فكره يعني ولا قيد عائلي. انا اسف جدا مع احترامي ليك يا عاطف بيه تمام لكن حل الموضوع ده هو تاسف. لا ليه لا ليه قيد عائلي رفضه؟ انا جاي لحضرتك اهوت انا جاي لحضرتك. واذا كان متزوج عرفيا ما هو عرفيا دي خلاص خليها خارج القانون. ما هو عرفيا دي عرفيا دي يا معالي يا استاذتنا يا معالي عرفيا دي خليها لوحدها يا معلم. ما هو انا مش عاوز ان العقوبه دي تبقى دافع للزواج العرفي يا معلم. العقوبه دافع. نعم اذا تطرقنا لمثل هذا التشريع ارتفاع نسبه لا صوتك مش واضح خالص. لا لا مش سامعينك. انا بتكلم من واقع المجتمع مش سامعينك. تمام واقع المجتمع ايه بقى؟ نسبه الطلاق ترتفع الزوجه الاولى مش هتقبل باي سبب. معلن عاوزين نحل الموضوع ده يا معالي النايب. هم مسلمتين باختصار بسيط ايه ولا اي حاجه حبوبي على الزوج اقرار موثق باسم وعنوان الزوجه يقدم للمأذون على الموضوع ده. لا طب ما هو ممكن ما يقدملكش. لا لا ليه؟ ايه اللي عرفك المشكله ان التليفون بيقطع فاحنا بنسمعك بس يا فندم. يا فندم يا فندم انا بيجي الزوج يتزوج عندي انا بشوف البطاقه بتاعته لقيته متزوج وجوبي علي اسمها وعنوانها باختارها بجواب مسجل يا فندم. انا مش بتهم حضرتك ولا بتهم الزوج. انا بقول لك ان ده ما بيحصلش على ارض الواقع. بتبعتوا العناوين غلط وبتبعتوا الفتره بتعدي. دي مسؤوليه مين؟ دي مسؤوليه مين يا استاذ عزه؟ دي مسؤوليه الزوج. دي مسؤوليه الزوج. ما هي ما هو القانون الجديد بقى مخليكوا الحاله ديت ادلاء ببيانات كاذبه لدى موظف عام. استاذ اسلام يعني انتوا هتبقوا طرف في القانون الجديد. انت هتبقى ملزم كمأذون انك تخطر الزوجة الاولى. ما هو بطبيعة الحال يا استاذ عزة احنا بنخطر لان وجوب عليا والقانون حاكم عليا في خلال اسبوع لازم اخطرها. القانون بس كده انا بقول النهاردة لو جه تزوج واعطاني عنوان خطأ. طب انت شايف الحل ايه؟ انت شايف الحل ايه؟ الحل الوحيد اقرار موثق في الشهر العقاري باسم الزوجة وعنوانها اللي يعلن عليه الزوجة الاولى تعلن عليه الزوجة الاولى حي. اللي بيها يبقى مستند رسمي باقرار. ده يضاف ده يضاف فين؟ ده يضاف عقد الجواز بالظبط. هو طيب انت اقترحت اقتراح اي الفلانيه في حاله انه ده الزامي. تقصد انه الزامي يبقى تمام؟ الزامي على الزوج المتزوج لما المأذون لو جاب لك متزوج يقول له هات لي اقرار موثق بعنوانها. طيب في حاله انه هذا الاقرار الموثق مزور مش هتضيف اي عقوبه ليه؟ يا فندم الاقرار الموثق ليس مزور لان هيروح يعمله في الشهر العقاري. تمام. ايه راي حضراتكم في الحل ده؟ والله انا بالنسبه لي بشكرك شيخ اسلام طبعا ده هو نقيب المأذونين طبعا
طبعا. وانا بحييه بس يعني. انا الوقت للاسف لا هو بسرعه بشكل سريع. انا دلوقتي القانون من 2005 اضاف الاقرار، ده لم يكن موجودا اقرار الزوج وكده وبيوقعوه. نعم. طيب انا اقرار الزوج هو هيعتبر التدليس بتاع عشان اتلافى، لان انا في التشريع. طب راي حضرتك فندم ايه في اللي قاله نقيب المأذونين؟ لا هو طبعا اقرار كمخرج موثق موافق على ده؟ ايه موافق عليه؟ لا لا انا مع القيد العائلي الذي يصدر من الاحوال المدنيه. تمام، حضرتك موافقه على اللي قاله نقيب المأذونين؟ انا مصممه على التعديل، لان ده هيبقى رادع، ونخلي الراجل دايما يفكر قبل ما يقدم على هذا. تمام، يبقى احنا كده نقدر نقول انه القضيه ما زالت مفتوحه وما زال الكلام فيها مستمر. انا عايزه اقول حل ممكن الحوار المجتمعي معلش مستمر لان الوقت خلاص. لانه الوقت للاسف خلص، لكن ممكن نكمل في حلقه تاني. بشكر حضرتك دكتوره هاله. بشكرك سياده النائبه هاله ابو سعد، سياده النائب عاطف المغربي. بشكر حضرتك فندم. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. اشوفكم بكره مع تحياتي عزه مصطفى، والى اللقاء.